وسيلة اتصال موين دو كوميونيكاسيون مثله مثل التليفون مثل الطيارة. بيقرب المسافات ما بيوقف على أي حدود وبيقرب شعوب على بعضها. من هالمنطلق من موقع الـ LBC الحالي اليوم ونظرا لكل الخطوات اللي عملناها كان طبيعي جدا انه نفتح تلفزيون بكندا. الفكرة هي التالي، التلفزيون الكندي بحط بتصرف الجاليات ساعات بس اسبوعية لكل جالية. LBC قدرت اخذت 4 ساعات اسبوعيا بموريال. طبعا هاي بتقدر بتزيد حسب نوعية البرنامج، ممكن نقدر نوصل لساعة يومية او ساعتين يومية، بس بدها فترة من الوقت. انطلاقا من انه بسفر عملتها من شي شهر لقيت انه في تقريبا 50 موظف اشتغلوا باخر 6 سنين بالLBC هون. عندهم شغلهم بس في كثير منهم حابين يشتغلوا بشغلة لها علاقة بالتلفزيون بالLBC بالضبط. بقى تكون فريق عمل صغير هونيك يكون هو الاساس من شان تحضير لهالساعة هيدي. هني هلا بجو تحضير على اساس بدنا نقلع باول تشرين الاول. طيب هول الساعات البث شو رح يتضمنوا؟ طبعا عم تحكي عن ساعة 4 ساعات بس بالجمعة بس كل فترة فيها ساعة. بساعة ما فيك تقدمي كل شيء، منه برنامج متكامل مثل برنامج الـ LBC 17 ساعة في من كل شيء. رح يكون في مقتطفات من أهم برامج للـ LBC، رح يكون فيها نشرة أخبار، رح يكون فيها ريبورتاجات ثقافية عن لبنان، وطبعا رح يكون في شقفة عن الجالية اللبنانية بكندا بتغطي لهم أخبارهم ونشاطاتهم الاجتماعية والثقافية.